بأصحاب هذه الأقلام إلى قمم مشرفة على أكثر من مساحة على أكثر من ساحة ثقافية في أرض الوطن وفي المهجر على السواء. وقد جهدت في إجراء لقاءات متعددة مع شخصيات الكتاب بدون استثناء، وكذلك مع ذويهم من الراحلين، منسقا معهم في انتقاء النتاجات أمانة للدقة. ولم يقتصر كتابي على السير الذاتية أو النصوص نثرا وشعرا، بل هو مزيج من ذلك كله، حيث تضمن 30 شخصية امتدت على مساحة 822 صفحة، منهم الشاعر والأديب ورجل الدين والباحث والصحفي، كنت على صلة وثيقة بهم. وما هذه الأقلام المهجرية إلا عينة مصطفاة من أقلام مهاجرة أخرى. أرجو الله مخلصا أن يوفقني إلى أن أترجم لهم لاحقا، إما في كتاب مستقل كجزء ثان، وإما في طبعة جديدة من هذا الكتاب تستوفي المزيد من أصحاب الأقلام المهاجرين. إن أول ما يطالعنا في أدب المهجر هذا تلك العيون الحزينة المتطلعة دوما إلى الوطن، وتلك القلوب المشدودة إلى كل طائرة تهم بالتحليق إلى أرض الوطن، إذ أننا لا نكاد نقرأ أديبا أو شاعرا إلا وأحسسنا في كلماته اللوعة العميقة والعاطفة الجانحة التي استنفرتها آلام الغربة، اللوعة التي يؤشج حرارتها الحنين. فقصائد الرثاء مثلا، وهي نوع بارز من أنواع الشعر الوجداني، تضج حزنا نبيلا شفيف المعاني، كما تسخر بشعور الوجع الذي يتوهج صدقا. وكذلك تتمتع بعض النصوص بصور تجنح نحو الجمال الذي يشع متسللا بين المفردات، مثل لوحات فنية رائعة أبدعتها ريشات رسامين. إن من الأدباء والشعراء من كان يحمل معه من الوطن نتاجا إبداعيا يوحي بالاغتراب الداخلي، أو نتاجا ليس بحجم نتاج الاغتراب، وقد ساعدته حياة الغربة على إغناء هذا النتاج فصب في قصائده كل طاقاته من ألم وفن وإبداع وقوة بيان. ومنهم من لم يصرفوا الكفاح في سبيل اللقمة عن الشعر والأدب، فأخذوا ينظمون القصائد الشعرية التي تنبض بالأصالة والصدق والإنسانية. ومنهم من أخذهم الحنين استذكارا إلى الدروب التي سلكوها مع أطراب وأقران الطفولة، وكانت موهبة الأدب تلح عليهم للتعبير عما يعانونه في تجربتهم الحياتية الجديدة. إننا نجد نماذج من صور الغربة الحزينة التي يعرضها علينا هؤلاء الأدباء، فنلمس عندهم العناية البالغة في الأسلوب والتعمق في العبارات، ما يعطي الكلمة ألقا ونضارة من دون إغفال حاضنتهم الأدبية الترافية التي حملوها معهم وضموها بين الهجب والعين. وفي الختام بدنا نحكي عن المنتج الحالي هلا. وفي الختام أتوجه إلى حضرات القيمين على هذا المنتج فأقول: عملكم هذا ليس قضية تكريم بمقدار ما هو محاولة خلق تفاعل في العمل الثقافي وإزالة الفجوة الفاصلة بين منتجي الأدب والمتلقي. والأمسيات الشهرية التي تقيمونها هي الوسيلة الأنجع لإيصال صوت الشاعر إلى الآخر،
كونها تجعل العلاقة مباشرة بين الشاعر والجمهور، ويأخذ الإلقاء دوره في التعبير عن تلك الطاقة الإلحائية التي تزخر بها القصيدة، ويفتح الباب واسعا أمام صور ومعان مبتكرة ما كان يمكن للقارئ العادي أن يتوقف عندها، وكأن الإحساس الصاعد من حرارة الإبداع يعطي النص شيئا من حرارته ودفئه، فيضيء جوانب كان يمكن أن تظل مركونة في العتمة لولا انفتاح بوابة هذا المنتدى عليهم. فيضيء جوانب كان يمكن أن تظل مركونة في العتمة لولا انفتاح بوابة هذا المنتدى عليهم. وبهذا القيمين على المنتدى، على هذا المنتدى، وبهذا تستطيعون أن تجعلوا للمنتدى اسما مميزا في ساحة ديربون الثقافية، ومنها إلى الساحة العربية، من خلال نشاطه النوعي الذي غالبا ما سيتحول إلى حدث يجمع المثقفين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، ويوحدهم تحت راية الفكر والإبداع والانتماء للأمة. هذا المنتدى هو ساحة حراك ثقافي تحتاجه الجالية، هذا المنتدى هو ساحة حراك ثقافي تحتاجه الجالية، فلنعبد له الطريق وسنرى ثمرة فعله وحصاد جهده، فلنعبد له الطريق وسنرى ثمرة فعله وحصاد جهده الثر على مدارج التطوير وتفجير الطاقات الأدبية الكامنة. فهذا المنتدى هو عالمنا، فهذا المنتدى هو عالمنا الذي نتنفس فيه هواءنا الحقيقي ونلمس في أجوائه وجودنا الحقيقي كما عالم المياه للأسماك. وشكرا لإصغائكم.